نبقى طبعا في الشأن الأفغاني، حيث قال وزير العدل بالإنابة في حكومة طالبان الانتقالية الملا عبد الحكيم شرعي إن حكومته سوف تطبق بشكل مؤقت الدستور الملكي الأفغاني السابق باستثناء مواده التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وشدد شرعي على أن طالبان تحترم القوانين والوثائق الدولية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة ومبادئ الحركة، مشيرا إلى أن أراضي أفغانستان لن تستخدم ضد دول المنطقة. ينضم إلينا من كابل مفدنا إلى هناك يعقوب بهداه. يعقوب، إذن عودة بالعمل بدستور الملكية في أفغانستان عدا بعض المواد، ما هي ردود الفعل على هذا التطور؟ نعم فضيل، هذا موقف جاء مفاجئا اليوم من وزير العدل في الحكومة الانتقالية لطالبان بإعلانه اعتماد الحكومة الحالية مؤقتا للدستور الأفغاني الذي أوقف العمل به عام 1973. كان مفاجئا، حتى الآن لم يعلق أي من أعضاء الحكومة، لكن هناك ترحيب في بعض الأوساط الأفغانية هنا باعتماد هذا الدستور، مع التحفظ طبعا طالبان تحفظت على بعض المواد التي تصفها بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية. الإعلان جاء من وزير العدل، أي المسؤول عن، يفترض أنه المسؤول طبعا عن التشريعات والقوانين، وجاء خلال لقاء مع السفير الصيني في كابول الذي خلال الأيام الماضية أجرى عددا من اللقاءات، ويبدو أن له دورا نشطا في المحادثات هنا. تأكيد من قبل بعض المصادر في الحكومة الأفغانية، حكومة طالبان الانتقالية، أن العودة إلى هذا الدستور ستكون مؤقتة إلى أن يضع النظام الحكمي الجديد أسسا قانونية مقبولة لدولته الجديدة. كذلك هنالك تأكيد من الحكومة المؤقتة على بقاء كل ما يتعلق بالحكومة السابقة من وثائق مدنية، من قوانين، من تنظيمات إدارية وقانونية في مختلف القطاعات، تبقى حتى الآن تعمل بشكل طبيعي وبشكل قانوني إلى أن توضع الوثائق المدنية الجديدة والقوانين الجديدة التي تخص الحكومة الحالية. شكرا لك يعقوب بهداه، موفد سكاي نيوز عربية إلى كابول.